يعني يعني اليوم يعني احنا شمينا ريحة اول شيء، لكن الباتيان اللي عندنا قباقب وربيان محار محار. الله الله، هذا خوش طريقة كذي تربيان. ايه حطها قدامنا خلاص طريقة. بس ولي عفيش لا تاكلين. لا راح اكل، ما اقدر ما اقدر. انت مشاهدينا لو انت ويانا الحين كان وصلتكم الريحه. مستمرين معاكم وفقرات برنامجنا ليالي الكويت. الحين معانا فقره ليالي ماركت اللي هي عباره عن بازار يضم المشاريع الشبابيه، واليوم مشروعنا فريد من نوعه مثل ما انتم شايفين. حط البوت وفرغ اللي فيه قدامنا. اكيد مشروع شبابي سلم بوت، اكيد راح تشوفون طريقة التوزيع ولهم طريقة جميلة. أهم شيء والأجمل من هذا أن الشباب الكويتي قاعد يقدم هالأعمال الجميلة. أنا معانا أمينة مال الله صاحبة المشروع المتخصص بتقديم الأكلات البحرية بأسلوب فريد، من فرد ومزيج بين المطعم الكويتي والأمريكي. عبد الله مال الله. أمينة مال الله وعبد الله مال الله، حياكم الله في ليالي ماركت. الله يحييك. بقول شهزين ترى والله الريحة دوبتك والله من أول البرنامج. لازم عارفة قد عيني دمعت، رحت قطر بعيني من ريحة أكلكم. ما شاء الله، هذا مشروع شبابي جميل من اخواننا اكيد امينه وعبد الله مال الله. شنو بالصلصه؟ هذه الخلطه السريه. خلطه سريه حلو. تقديم فكره شلون بالبدايه، شلون طلعت ببالك انك راح تسوي هالفكره هذه مثلا؟ الفكره موجوده بامريكا منتشره هناك، بس انه يحطونه بالاكياس. انا ما حبيت اخذ فكرتهم، انا ابي ادخل فكره ثانيه، فكرتي هي البوت، بس الصلصات كلها من تاليفي. من تاليفك ما شاء الله. تاليفي وعليها دراسه. الصلصه الحمراء سنتين. أوه. بس الحين طبقناها. طبقين انت؟ اي احب اطبق. صدق والله ما شاء الله. هذا التويست الكويتي الموجود. عبد الله شنو الاصناف البحريه اللي تقدمونها؟ قاعد نشوف ربيان ومحار. عندنا الربيان والقباقب والمحار، هذا اللي بلشنا فيهم احنا. وضفنا الام الربيان توه لابستر اي توه احنا ضفناها، وبالصلصتين هذه والصلصه الحمراء اللي احنا سميناها على اسم المطعم شريمبوت. طبعا امينه اللي مسويه الصلصه خلطه وايد اشياء اللي طلعتها طبعا بهالنكهه. سنتين واحنا نذوق البحري عندها. نفسها حلو، شكله نفسها حلو بالصلصه. اعطيني رايك. الريحه والله قويه من الريحه من اول البرنامج، من اول برنامج الريحه. لكن معنى شريمبوت عباره عن البوت اللي جابولنا فيه قبل شوي. اي انا حبيت احط اسم من السيفود وستايل انه شلون المطعم، ان انا ابي التب يكون فيه. أوكي. فدخلت الاسمين ويا بعض. انزين النكهات الموجوده بالصلصه، يعني احنا واصلتنا من الريحه انا اقدر اعبر، بس نبي نوصل النكهات حق المشاهدين. عبد الله شنو النكهات اللي قاعد تستخدمونها بصلصاتكم؟ الحمراء طبعا امينه حتى انا ما تقول لي اياها شنو هي. لا؟ اي في شيء سبايسي؟ قولوا لي. في شيء شوي خفيف يعني. زين السؤال، المشروع امينه ولا مشروع؟ قول الصدق. مشروع امينه انا قاعد اساعدها يعني. اوكي. تستغنين عنه ان شاء الله؟ لا ما اقدر استغني عنه، لا هو ولا امي. الله يحفظها اكيد. تحيه موجوده معنا الحين بالاستديو. زين سؤال، احنا هذا مو حاطينه عشان كشخه، بناكل. لا مو بتاكل الحين. نعطيكم الجلافز اي والصدريه. شعاركم ايت وذ يور هاند. اي يعني ما في رسميه. محمد بالكويتي نقول اضرب بالخمس. نضرب بالخمس الحين، خصوصا السي فود ما ينوكل بالقفشه وشو. صح، اذا ما كليت بيدك ما له يعني لذه. عارف المشابيس؟ اوه شفست مو محمد. ايش لازم لا. اقول لكم الريحه مشاهدينا احنا هني نتمنى انكم تكونون ويانا. قبل اعطيكم تبلشون بالاكل عندي. لا لا حبيبي تبلشون لا. نبلش كلنا. اوكي نبلش كلنا يعني. عندنا مال الدليفري والاستلام عندنا التشيس هذا حلو. يعني احنا ما نقدر نحط تب حق شخص واحد. أي. فالتب يعني التب تقريبا هالكبره يكفي حق شخصين من ثلاث على حسب اللي ياكلون. وعندنا طبعا حتى السفره وياها على شريمبوت. وعندنا علبه الليمون طبعا لازم. الليمون لازم. علبتين العيش. علبتين عيش. وعندنا السلطه. هذا كله شغل شغله اختارينا بالبيت. هذا مال الدليفري طبعا. هي اللي مسويه
كل الفكرة. حلو الباكجينج وايد حلو. نقدر نقول إنها فكرة أمريكية كويتية يعني ما شاء الله بنات الكويت فناتق. صح. وهذا فنتق من الفناتق اللي سويتوها. لكن أنا الفكرة أمريكية أنا متحيزة يعني أحس نفس نسائي ما أدري ليش نفس الطبخ نسائي. عبد الله شنو الفنتق اللي دخلتوه نقدر نقول شنو النكهة الغريبة اللي مو غربية يعني الأكل البحري معروفين إحنا بالكويت بالأكل البحري. أيه. لكن التويست اللي صاير يعني شوف أمينة خاندر أكل كويتي تحب شوي الأكل الهندي إيه فعشان تي ضافت أوكي. صلصة الكاري الثانية كشفت السر على الكاري ها بس طبعا فيها لمسات من أمينة غير هذي الكاري لمسات غير لا لا لازم نضوق كذي ما يصير ما يصير ما أقدر أوصل المعلومة من غير ما أضوق لولو أنت أتوقع راح تسوينها صدق تاكلين يس صدق والله أمينة يلا قولي بسم الله تفضل أول شيء تفضل لا الحين لبسوا بعد المسابقة بعد نلبس إن شاء الله ما تبون أشتو راح نضرب أنا سامة. أنا بالخبرة ترى عادي لولو أنت لبسه أنت ما أنا بعد زين هذا مشروع إن شاء الله يعني كويتي حلو وإحنا حقيقة أنا شخصيا أستمتع لما أشوف بنت كويتية أو شاب كويتي قاعد يقدم مشروع وهذا تضامنا مع سياسة الدولة أنها دائما تدعم الشباب الكويتي في مشاريع الصغيرة خصوصا الدولة حاطة جزء معين أو إدارة معينة في وزارة كاملة حق الشباب وزارة الدولة لشؤون الشباب وأيضا في هناك مبادرات شبابية دعم في وزارة الدولة لشؤون الشباب السؤال هذا مكانكم وين الحين كله شغل بيت كله شغل بيت إن شاء الله تطمحين أن يكون في مطعم إن شاء الله عن قريب لا الحين بطلب أنا سؤال عن طريق الواتساب عندنا الانستغرام عندنا في رقم الواتساب تطلب يا ستيشن يجيلك البيت يطبخون لايف ونفس الطريقه هذه تي مع الطاولات ومع الستيشن ومع الطباخين اوكي وعندك الدليفري اللي وراك اياه تو عبد الله ايبل تشيز مع البوت مع كل مرفقاتها او استلام لان احنا مشروع بيت ف نقدر نتفق مع شركه نتيتي اللي توصل او انك تستلمها من نستلمها من عندكم او توصلونه وتقدمون ايضا هوم كيترينج حق الحفلات ممكن تسوون كيترينج اول سي فود شنو الاصناف الثانيه لو بسوي مثلا عندي حفله وبسوي كيترينج شوفي انا قاعده ادخل شوي قاعده ادخل اصناف جديده اوكي الاسبوع اللي طاف دخلت اللوبستر ان شاء الله بدخل السمك لأن وايد ناس تسأل عن السمك. وإن شاء الله بدخل وايد أشياء بس إنه ستيب باي ستيب. اللوبستر أشوف بعض المطاعم يحطون معاها أشياء ثانية تحطين معاها شيء؟ اللوبستر أنا مدخلة وياها صلصة خاصة حقها. أوكي يعني السر بالصلصات. إيه بالصلصات أنت راح تذوقين وراح تشوفين الصلصة. قولي بسم الله. يلا بسم الله نبي نعرف الصعوبات اللي واجهتكم كمشروع في بدايته مشروع شباب وبدايتكم واجهتكم صعوبات شوفي الحمد لله ما في صعوبات بس في شغلة يعني بسيطة هي ما توقعت الكويتيين يحبون السيفود لهالدرجة يعني من أول أسبوع ما شاء الله وايد صار إقبال عليه وصار ما عندي عمالة الحمد لله الله يوفقك يعني بسرعة تداركت الموضوع دام الأكل زين يعني الكويت معروفة نحب الفاين فود إيه إحنا بالكويت نحب كل شيء كل شيء مشابيس مأكولات بحرية لا خلي المشابيس يمك بحري الحين إنزين قبل شوي قلت لي إن ما استغني عن أخوك عبد الله صلاح فضة والوالدة شنو دورها بالموضوع دورها هي اللي شجعتني صراحة أنا كنت وايد مترددة بس هي اللي عطتني الباور اني ابلش بهالشيء اكيد دعم الاهل اكيد بلا شك نقول بسم الله يلا بسم الله انا ببدي بالمحار انت تاكلين عادي ما عندك مشكله لازم تسوين طريقه امينه بعد شوي راح شنو طريقه يعني امينه شنو طريقه انت تاخذين المحاره ايه اوكي تحطين شويه فيها عيش وصلصه تحطينها وتعصرين الليمونه عليها اوكي انا بسوي طريقه امينه محاره وعيش وليمونه حلو. فوقها احنا نشكركم حقيقه على تواجدكم معنا في برنامج جاي الكويت ونتمنى لكم اكيد التوفيق في هذا العمل الجميل وحقيقه والله ليس تزلفا ان كشباب الكويت احنا نعتز فيكم ان في شباب قاعد تشتغل قاعد يقول الناس الشباب الكويتي ما قاعد يشتغل لا قاعد يشتغل هذا اكبر دليل عبد الله وامين امان الله قواكم الله وبناكل ان شاء الله بس وصلنا لختام حلقتنا لله الله يعطيك العافيه امينه وعبد الله الله يعطيكم العافيه مشكورين على وجودكم معنا وعلى الدعم اللي قدمتوه لنا
وان شاء الله يعجبكم الاكل. اكيد احنا عجبنا من قبل لا نذوق، بس الحين بنذوق ان شاء الله. وان شاء الله نشوفكم عندكم سلسله مطاعم بحريه وتبدعون ان شاء الله. ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه، مشكورين على وجودكم. شكرا مشاهدينا، احنا راح نترككم مع هالاكل البحري وراح نتعشى اليوم بالاستديو. محمد اكيد كل الشكر لكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات اخرى في ليالي الكويت. نقول في امان الله، مع السلامه، تصبحون على خير مشاهدينا.